استمرارا لمسلسل اختفاء القبطيات سواء بالغات أو قاصرات، حالة جديدة ظهرت في الأيام القليلة الماضية هي اختفاء ميرفت جميل شحاتة، سنها 25 سنة، ومعها ابنها كيرولو السامي سنه 2. معنا في هذا الشأن الأستاذ رفيق شكري من أسرة ميرفت شحاتة. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك، تحكي لنا الموضوع حصل ازاي؟ والله تعبتها، كانت الصبح الساعة 8:30 الصبح، بتودي بنتها الحضانة اللي هي معاها بنت تاني أكبر من الولد سنة أو سنتين، وبتودي بتوديها الحضانة عادي، وودت البنت الحضانة وهي راجعة ما بتاعتش وما رجعتش، كان يوم الخميس الصبح. يعني المفروض ان هي تودي البنت، وراحت تودي في البوست فلوس، يعني مبلغ صغير مش كبير، حوالي 15,000 جنيه، حوالي 3,000، حدود دي يعني. ارجو ان انت تقف في حته فيها استقبال جيد للتليفون لو سمحت. الاستاذ رفيق سامعني؟ طيب هنعاود الاتصال به مرة أخرى. اختفت زوجة قبطية اسمها ميرفت جميل شحاتة، سنها 25 سنة، ونجلها كيرولو السامي، مقيمين بشارع محمد فكري، حيث خرجت هي ونجلها يوم الاثنين الماضي من المنزل إلى البريد لسحب مبلغ من حسابها، ولم تعود منذ ذلك الحين. قامت أسرتها بعمل محضر بالتغيب يحمل رقم 7483 إداري قسم شرطة الخصوص لعام 2019. اخترت النيابة لمباشرة المحضر ميرفت جميل شحاتة، هنحط صورها أمام حضراتكم، وابنها كيرولوس جميل سامي، تغيبوا من يوم الاثنين الماضي الموافق 16 ديسمبر 2019، سنها 25 سنة، وابنها عمره 2. معنا مرة أخرى الأستاذ رفيق شكري من أسرة ميرفت شحاتة. مساء الخير يا فندم. الأستاذ رفيق معانا؟ ألو. ألو. أيوة حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك، حضرتك سامعني كويس؟ ايوه سامعينك. انت بتقول ان هي اختفت من يوم 16 ديسمبر الجاري، مظبوط؟ مظبوط يا فندم. ايوه تتفضل كمل التفاصيل. بس فهي كانت راحت تورح البوصه اللي هي بعت النسل دي ومعاها مبلغ مالي 5,000 جنيه تقريبا، واحنا قعدتنا يعني عادي، بناتنا بتشتغل في شارع عادي يعني. ايوه. أول مرة يعني. بس فلم ساعدي وكان راح البوسطة، ومن ساعتها ما جاتش، ما سمعناش خبر يعني. بنت الناس اللي في الحضانة جابوها، فهي من ساعتها مستهرة. قررنا محضر في اسم الخصوص طبعا، ورفعنا دعوة للنائب العام، ورفعنا شكوى لرئيس الجمهورية، رفعنا شكوى لمساعد وزير الداخليه لشؤون المواطنين، ولسه ما فيش اي رد من اي جهه. ايوه هي كانت رايحه تسحب مبلغ من حسابها زي ما حضرتك قلت. لا يا فندم، هي كانت رايحه تحط مبلغ من المال. تودع مبلغ. تمام. هل في اي شيء اختفى معاها؟ ما فيش اي شيء اختفى، هي ابنها بس اللي معاها يعني. ايوه بس هي ابنها عنده 2 وكانت رايحه بيه البوسطه عشان تحط فلوس، واختفت هي والولد. ايوه هل طبعا ما فيش اي تليفونات اتصلت ولا تومت او الكلام ده، لان احنا كنا منتظرين ده وما حصلش لسه يعني. ايوه بس هل كان في أي خلافات في الأسرة قبل ما يحصل الموضوع ده؟ لا 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 أبدا، ما فيش أي خلافات خالص، ولا مع زوجها ولا مع
زوجها ولا مع والدها، مفيش اي خلافات خالص حصلت، ومبسوطين ماديا وعايشين عيشه كويسه يعني، مفيش اي خلافات على اي حاجه. ايوه. الموضوع ده كان يوم 16 ديسمبر الجاري، يعني من حوالي 8 ايام، مظبوط؟ ايوه مظبوط. يعني الموضوع ما ظهرش الا في اخر يومين ثلاثه. اخر يومين ثلاثه، اخر يومين ثلاثه، لما يعني احنا قلنا لحضرتك 19 ديسمبر مش 16. ايوه 19. يوم الخميس يا فندم مش يوم الاثنين. أيوه. هو بس عشان في ناس ما نقل الخبر ان هو 16 لكن هو 19 من 16، يعني اتنقل غلط. بس فهو من يوم 19 واحنا بنبلغ يعني، لكن احنا ما وصلناش ان احنا نعمل، يعني احنا قلنا ممكن تكون في اي حته، يعني ممكن تكون عند حد قريبنا كده يعني، بس ده ما حصلش يعني. ايوه. بحثتوا في الاقسام وفي المستشفيات؟ في الاقسام وفي المستشفيات، وصلنا ان احنا نروح نفتش في سوريا يعني، في الزباله وفي الزرع والحاجات دي يعني، قلنا يمكن حاجه حصلت، لكن ما فيش اي حاجه لسه، اي يعني ولا اي خبر يعني. ايوه. ولا الحكومه حتى اتحركت راحت في حته، ولا يعني هم بيعملوا تحريات وكل حاجه، بس تحرياتهم بتاخد وقت جامد. لسه أيوه. ما فيش اي خبر عنها يعني. ايوه. الامن، انت ذكرت الامن، ايه كان رد فعل الامن؟ هل مهتم؟ هل في اي نشاط ليهم؟ والله يا فندم احنا قدمنا البلاغ باسم الخصوص، ما كانش في اي اهتمام، هو مجرد المحضر اتحرر ونزلوا اتعمل بس كده، مشيوا بالعربيات في المنطقه وما سمعناش حد، ولا جالنا البيت ولا هي جت ولا ما جاتش، ما حدش سال، فعشان كده احنا رفعنا شكاوي للنائب العام ورئيس الجمهوريه. ايوه. في ناس يعني، في البعض تساءل عن موقف الكنيسة، هل الكنيسة متواصلة معاكم في الموضوع ده؟ لا ما فيش اي تواصل من اي جهة دلوقتي خالص. تمام. مفيش اي تواصل من اي جهة حاليا خالص، ومفيش حد بيتصل يعني، يمكن الاعلام زي حضراتكم كده بس اللي مهتمين بالموضوع، مفيش اي جهة مهتمة تاني بالموضوع خالص. ايوه. لو لاننا حضرتك يعني على حين جامد على الحكومة ان هي تعمل حاجة زي كده، او هي توصل لحاجة معينة، او ان هي تدور معانا او تفتش معانا، اما مفيش حد بيبعت لنا حاجة او قال لنا اي حاجة. هل تليفونها معاها؟ تليفون معاها، بس هو الخط اتكسر بعد الحادثة على طول. تمام. هل حضرتك تحب توجه اي نداء؟ اوجه طبعا نداء لاي مسؤول، لاي مسؤول عن الموضوع ده، لاي مسؤول عن اي حد خطف اي حد. يا جماعه دي بناتنا وبنات كتير قوي في القطف، اوجه رسالتي لاي حد مسؤول يشوف لنا حل يعني. احنا مش عايزين نعمل اي حاجه يعني يسأل عليها القانون يعني، بس احنا عايزين نمشي قانوني، فانتوا ساعدونا عشان نمشي قانوني يا جماعه، عشان احنا بقالنا 4 ايام ولا 5 ايام في حيره ما بننامش، بنتنا مش عارفين حصل فيها ايه. في كتير كلام، وفي كتير عن تجار الاعضاء، وفي كتير عن الاغتصاب، وفي كتير عن بيع الاطفال، واحنا يعني ربنا عالم بحالنا. أكيد. حضرتك تحب تضيف أي شيء آخر قبل نهاية المكالمة؟ متشكرين جدا يا فندم. متشكر جدا لحضرتك. معنا أيضا على التليفون ابن عم ميرفت. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، اتفضل. أنا قريبها من علبة النخل، عايش في أمريكا. أيوه. الناس دي يا فندم في حالها ولا لعب ضرب اي حاجه؟ ايوه. هم مقيمين يعني، هم مقيمين في منطقه الخصوص، هم مقيمين في النخل. هي تبع الخصوص، من تبع النخل. محمد فكري، اتفضل. مش انا محمد فكري. ايوه.
الحته دي يا فندم اصلا كلها مسلمين ومسيحيين ناس كويسه، بس المشكله احنا عندنا التواطؤ الامني. تواطؤ الامني، انت عندك اسم الخصوص ده اصلا كله متعصبين. ده حقيقي. تروح الرئيس يا فندم عشان تعمل محضر، يعمل لك المحضر، يبعتوا لك عربتين ثلاثه، وبعد كده ما تشوفهمش تاني. اي اسم الخصوص اسبل اسم هو واسم المطريه معروفين على مستوى جمهوريه مصر العربيه. اي وبعد كده يا فندم لازم يكون في يعني حد من المسؤولين المسيحيين برضو يطلع في التلفزيونات يقولوا الناس المخطوفه. ما فيش حد بيطلع، ما فيش حد بيهتم باي حد، والناس والناس يعني الناس ما بتنامش ولا ليل ولا صبح ولا نهار من ساعه ما اتخطفت. ايوه اسم الخصوص اسم اسبل اسم على مستوى الجمهوريه برئيسها بكل حاجه. رئيس الاسم نايم في نايم في نايم بيبقى حشيش في الشارع، بيخطفوا البنات، بيعكسوا البنات في الشارع، ولا اي حد ولا في حد بيطلع تحريات ولا اي حاجه. وعملوا محضر وعملوا راحوا للنائب العام ولا اي حاجه، ولا في حاجه بدات تشتغل. ايوه يقول لك دولة قانون، دولة قانون فين دولة القانون؟ بس هم بس يطلعوا في الاعلام مصر حلوه، مصر مصر اسبل بلد في العالم. ايوه هل حضرتك حضرتك بتقول انك ابن عمها، هل سبق مثلا حصلت اي خلافات في الاسره؟ هل سابت البيت قبل كده نتيجه اي خلافات؟ لا يا فندم ولا اي حاجه، البنت طيبه وغلبانه ولا في حالها. واحده راحت تودي ابنها الحضانه، بعد كده راحت تودي فلوس في البوسطه. حتى الامن مش مساعدنا، يعني الامن مش بيساعد حد. لان واحده مسلمه مخطوفه يخرب الدنيا عليها، ما واحده مسيحيه لا دي تتركن على الرف عشان دي مسيحيه. ايوه تواطؤ. ايوه ايوه بحضرتك يعني على الهواء الان والعالم كله بيسمعك، تحب توجه اي نداء او اي كلام؟ اود رساله لرئيس الجمهوريه. الشعب المسيحي مضطهد في مصر، الشعب المسيحي مضطهد في مصر. سيبك باللي يطلع في الاعلام ويطلع في اي حاجه يقول لك المسيحيين المسيحيين، مفيش الكلام ده. ده كلام بس في التلفزيونات والحاجات دي، اما في الواقع يختلف. ايوه ايوه هل حضرتك تحب تضيف اي شيء اخر قبل نهايه المكالمه؟ متشكر جدا لابن عم ميرفت شحاتة، مداخلة هنا واضح انه بيقيم في الولايات المتحدة الامريكية. زي ما حضراتكم سمعتوا من الاستاذ رفيق شكري من اسرتها ان هي اختفت يوم 19 ديسمبر، يعني منذ حوالي 5 ايام، سنها 25 سنة، ومعها ابنها كيرولو السامي سنه 2، كانت رايحة توصل بنتها الى الحضانة، وكانت متجهة إلى مكتب البريد لإيداع مبلغ هناك، ومن ساعتها اختفت. تليفونها معاها لكن تم إغلاقه. الأسرة قامت بتحرير محضر بالتغيب يحمل رقم 7483 إداري اسم شرطة الخصوص لعام 2019، وأخطرت النيابة لمباشرة المحضر. بعد كده اشتكوا إلى النائب العام لأن يبدو أن هناك تكاسل وتباطؤ وتواطؤ من اسم الخصوص. كلنا عارفين هذه المنطقة يعني بغير متسامحة مع الأقباط، وحصل فيها مشاكل قبل كده سواء ضد أقباط أو ضد الكنيسة اللي هناك، وشفنا اسم الخصوص عمل إيه بخصوص هذه الكنيسة لما راح مش عشان يأمنها أو يحميها ضد المتطرفين، لكن راح هناك لكي يتأكد من إغلاق الكنيسة وبعدها من عدم مباشرة البناء على قطعة أرض مجاورة للكنيسة. طبعا بنرجو من السادة المشاهدين، هنحط صورة ميرفت جميل شحاتة على الشاشة الآن،
بنرجو من السادة المشاهدين ان هم اي حد يشوفها او يستدل عليها يتواصل معانا هنا في القناة او بالبرنامج، واحنا بدورنا هنتواصل مع اسرتها ونتمنى ان يكون مصيرها غير مصير الحالات اللي ظهرت في اخر اسبوعين ثلاثة. حضراتكم اكيد ملاحظين ان هذا المسلسل عاد بقوة بوجهه القبيح في الايام الاخيرة، بنات وسيدات كتير اختفوا ويمكن اتنين منهم ظهروا بعد كده، لكن ظهورهم وحالتهم بعد ما رجعوا ده اللي هنتكلم عنه في فقرات قادمة. بالنسبة لموضوع ميرفت جميل شحاتة، نرجو ان هذا النداء وبعرضنا لهذا الموضوع ان هي تظهر في الايام القادمة، ويعني نرجو اننا في الحلقات القادمة نزف لأسرتها نبأ عودتها، ويعني هنتابع تطورات هذا الموضوع مع حضراتكم كلما جد جديد.